انا في حاله من الفرحه والاثاره والتشويق والحيره، هيكون جوه ده ايه؟ انا سعيد اول حاجه، بس عشان اشارككم، معلش انا هخش في دراما شويه. انا سعيد اول حاجه ان انا بشارككم الفرحه بتاعتي ان انا ماسك في ايدي بوكس بريزم، دي اول حاجه. انا بشوف فيديوهات بس بتاعت اوروبا، لان مفيش حد في الوطن العربي ولا في الخليج ولا في اي حته بيفتح الحاجات دي، فانه يبقى معايا كده وهفتحه معاكم دلوقتي، دي حاجه مخلياني في مود حلو قوي. واتمنى انتوا كمان. معرفش انتوا عارفين قيمه البوكس ده ولا لا، او بريزم لبانيني معناها ايه. هذه كلمه بريزم، خشوا دوروا كده بريزم، اهي بي ار اي زد ام، لشركه بانيني دوري الانجليزي. ده من اقوى ومن اغلى البوكسات اللي موجوده في بانيني. نفتح بحرص. اهو اخيرا. تروح فين؟ تروح فين؟ بسم الله. خلي بالكم يا جماعه، ديت لسنه 2021، عشان لو حد عايز بس ايه يبقى فاهم، عشان لو لقينا لعيبه بتلعب في نوادي محدش يقول لي ايه ده؟ اللعيبه دي مش حقيقيه، ضحكوا عليك، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. تعالى بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. دول 25 كارت، هي اللعيبه فيها 25 كارت. خلاص نجتهد بقى مع بعضينا حبه حبه ونستمتع يا جماعه. بسم الله. معانا اللعيب العظيم دوت من ليدز يونايتد، ماشي؟ خلينا مركزين بقى كارت كارت كده عشان نفهم ايه الموضوع. طبعا الكروت كلها عامله زي الكروم بتاعت ماتش اتاكس، بس بصراحه الديزاين بتاعها فوق الخيال ما شاء الله. ليدز يونايتد، ومعلومات عن اللاعب من ورا. بسم الله. معانا من توتنهام الاستاذ وينكس، حلو جدا. معانا الاستاذ من ايفرتون الن ام. معانا من برايتون استاذ بروبر اسمه كده، وبعدين معانا الاستاذ بريت من ليستر سيتي، واخر واحد معانا الاستاذ من ويست هام يونايتد بوين، وده عامل شغل كويس الايام دي، فالكارت دوت مهم. خلاص كده ممتاز، نكمل 25. ها طيب، معانا ده الاستاذ ليز يونايتد مورينو، ماشي. معانا الاستاذ دوت هو ار سي، يبقى معناه ان هو صاعد وارد مارد فارد، من 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 البيون، اسمه ادواردز. معانا الاستاذ ابراهام من تشيلسي، حلو ده. ومعانا الاستاذ ناكامبا من استون فيلا. ومعانا الاستاذ ويلسون من نيوكاسل. ومعانا الاستاذ الرشيق من فولهام، استاذ كافاليرو. ومعانا ماني من ليفربول، حلو الكلام ده، حلو الكلام ده قوي. ماشي بسم الله. معانا الاستاذ من شيفيلد يونايتد الاستاذ لونسترام. معانا الاستاذ ووكر بيترز من ساوثهامبتون. معانا الاستاذ من ارسنال نايلز. ومعانا الاستاذ صاعد وارد مارد فارد الاستاذ جارسيا من مان سيتي. جارسيا ده راح برشلونه؟ ايريك جارسيا، اكدوا لي كده يا جماعه. ده صاعد وارد مارد فارد. معانا الاستاذ العظيم اوكونيل من شيفيلد يونايتد. معانا من كريستال بالاس زاها، الله عليك. ومعانا الاستاذ العظيم دوت من ارسنال ديفيد لويس، الله عليك. ومعانا مارسيال من مان يونايتد، الله عليك، حلو جدا. الاربع كروت اللي باقيين مميزين، فانا عايزكم تجهزوا نفسيا زي ما انا شفت حاجه مخيفه. ادي اول واحد، ايه ده بقى يا جماعه؟ انا مش فاهم الكارت ده، فادوني لحظتي لو سمحتوا. انسلي مايتلان من ارسنال الاستاذ دوت، نفهم بس الكارت يا جماعه، يجنن، مش هقول لك اكتر من كده، يجنن. ده كده اول واحد.
استاذ جارسيا تاني ازرق صاعد وارد بارد فارد. الله عليك. بسم الله. معانا الاستاذ بن مي وده احمر فده ليفلات تدرس. واخر واحد بقى معانا ادم ويبستر من برايتون وده كارت شكله عجيب خالص واسمه فاير ووركس. الله على ده كارت فاير ووركس من برايتون. ايه يا جماعه الكارت ده؟ ما شاء الله. الكروت شكلها حلو قوي يا جماعه على الحقيقه كمان شكلها تحفه. بصوا يا جماعه الكروت كارت تخين جدا على فكره. كل الكروت تخينه عشان بس ابقى صريح معاك كل الكروت اللي في البوكس ده تخينه ما شاء الله. الديزاين فوق الخيال ما شاء الله. حلوين جدا. بصوا حتى الكروت العاديه بصوا عامله ازاي؟ واو بوكس حكايه ما شاء الله. اتمنى يكون البوكس عجبكم وتعالوا نشوف بقى هو احنا هنانبوكس ايه تاني؟ هو الحاجات ما بتخلصش ولا ايه؟ الحمد لله خير ربنا كتير. ادعوا لنا انتوا بس عشان كلنا نتبسط. يلا بينا. باي باي.